فاصل الله 4-3-2-1 شباب استعداد ديجي باروف ديجي باروف يلعبها هيدروف هيدروف لواحد من شلة من شلة اوف والهدف ابو ناصر بينية بينية بسرعة واحدة بينية 10-10 يا كوتش 10-10 يا سمراري والله نساني زماني الاسمراني نساني زماني هذي وين هذي وين هذي وين هذي وين انت مش طبيعي ضرب على النهائي التعادل مرفوض المباراة كما ذكرت تقبل القسمة على 2 فائز أو خاسر انتهت بالتعادل هناك وقتين إضافيين بالتعادل هناك ركلات ترجيح كورة ملعوبة في أقصى اليمين على طولة الحظ ولكن أيضا تتخلص حقت مباراة الملز مباراة العصر اي العصر تذكروا معلقين ولا شيء احد كان عليها؟ ولا معلقين الان اللي يقلدون السابقين ولا شيء؟ لا والله بس اذكر اعتقد صديق جمال الليل ولا لا؟ سليمان عيسى صديق جمال الليل لا صديق جمال الليل فعلا طبعا هناك يغني يعلق في الشرقية صحيح وسليمان عيسى في الرياض برضه كلها العصر سلطان عبد الله برضه الله يمسيه بالخير في جدة كلهم اخواننا علي داوود واساتذتنا اساتذتنا ويعني الله يمسيهم بالخير ويسبقونا ايضا في مجال الاعلام الرياضي ربهم يرعاهم يا رب امين الله يمتعهم بالصحه والعافيه امين بس كانت مباراه حلوه بينك وبين خالد مسعد في الاوقات الاضافيه اللي من شويه يعني يعني نوعا ما لا زال ترى هذه البارحه يعني مخبوره هذه بس يعني اتفاقنا اليوم انا وال مرتاحين يعني نفسيا الحمد لله اللهم لك الحمد كيف؟ اقول يعني قصدي في ناس يتكلمون وارتاحوا ما تكلموا لا هذا قصدك الله يهديك كلهم حلاوتها انه جينا في الوقت الضايع لا بس يعني الواحد يحب انه يسمع شلون؟ يعني نتكلم طبعا الاخوان هذا مسحتي نفرني من بعيد يقول يعني تقعجي وسرعت انا الوقت بيمشي ما يواطي الخصخصه ولا يواطي اللجان يبغى يعني سوري انا قلت لك بيحكي عن راس الحربه بس ما قدرت الجديد انتم بديتوا باللاعب بعد ما شاء الله عليك وشلون لفيتوا على الخصخصه ما ادري ليه ما لقينا شرح والله تونا بعدين في اللاعب وداها بعدين اذا دربل سريع هذا انا يوم شفت الخصخصه قلت اسمع راس ما يبغى لها الا هجس لا اسمع الثاني اسمع فوزي لا عمر الله وجود سلام كيس عبد الوهاب اضاف في التحفق لا بس والله استفدنا والله تو كلام خالد قبل ما نجي البرنامج قبل ما نجي الليله طبعا نسمع كلام الاخوان والله خالد قال يعني استفدنا فعلا من الاخوان صحيح اول ما كنا نلعب كوره يعني ما ندخل في امور طبعا الاتحاد السعودي وش الاجراءات اللي تحصل فيه وكذا سمعنا صراحه من الاخوان يا اخي حتى الاخوان اللي الان اللي طبعا مو موجودين الان في الوقت الله يمسيه بالخير اللي كانوا معنا يعني صراحه استفدنا بس ما شاء الله خالد يركز انا ما ركز